يعني اليوم وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة التغذية، وهي من أكثر الفقرات أهمية عندنا ببرنامج يوم جديد، لأنه يمكن هالموضوع بيشغل بال كثير من الأشخاص. صحيح. وتحديدا بعد مرور فترة من الحظر وجلوس في المنازل لأوقات كثير طويلة، الآن في كثير من الأشخاص ونسبة كثير كبيرة من الأشخاص عم بتبعوا أنواع من الحميات الغذائية. اليوم بدنا نتعرف على موضوع الصيام المتقطع وفوائده وإيجابياته وسلبياته من خلال خبيرة التغذية رهف سمارة، موجودة معنا في استديوهاتنا. من صباح عليك رهف، وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير لكم ولكل اللي عم بيحضرونا. يسعد صباحك رهف. وبتعرفي احنا عندنا مفاهيم دائما خاطئة، بناخذ أول كلمتين من تعريف أي مصطلح، فبدنا مع بعض نعرف المشاهدين شو هو الصيام المتقطع. تمام. هلا أول شيء قبل حابة شاهد سبقتني إنه نحن هلا كنا بفترة حجر. صحيح. فأغلب الناس صاروا عم بيعانوا من وزن الزائد، طبعا بسبب كمان قلة الحركة، وما كان في رياضة، ما كان في جيمات. والإشي اللي عم بشوفه هلا إنه الناس عم بتروح على أي نظام غذائي عم بطلع زي ترند. صحيح. من دون ما تعرف إذا هذا الإشي بناسبها أو لا. مزبوط. فقبل ما نحكي، هو كمان ما بيناسب كل الأشخاص، وحنحكي إن شاء الله مين الأشخاص اللي ما بيناسبهم. حلو كتير. هلا شو المفهوم الخاطئ اللي أكتر شيء منتشر؟ إنه خلينا نحكي أكتر نوع منتشر بالصيام المتقطع، إنه أنا بصوم 16 ساعة. 16 ساعة. صحيح. وباكل 8 ساعات. شو الناس بتفكر؟ إنه أنا بهدول الثمان ساعات باكل شو ما بدي أكل كل شيء. مزبوط. بالضبط. فعشان هيك نحنا ما يعني ما نحكي إنه الصيام المتقطع هو حمية غذائية، نحنا نحكي هو أسلوب أو تكنيك أنا بضيفه مع الحمية الغذائية اللي أنا متبعيتها اللي فيها عدد سعرات حرارية معين. نعم. هلا في عدد سعرات معينه لازم بالساعات اللي بيكون الواحد فيها بقدر ياكل؟ اكيد. يعني بدك تحددي قد السعرات الحراريه. هلا برجع لكل شخص، مثلا اذا انا احتياجاتي اليوميه 2000 كالوري بدي انزلها ل 1500 كالوري ما دام انا بدي انزل وزني. اذا انا عم باكل كل شيء او عم باكل جنك فود، عم باكل حلويات، هيك ما رح استفيد، حيضل وزني مثل ما هو، ممكن حتى يصير في زياده. طيب. ممكن كمان خلال فتره الصيام المتقطع مسموح نشرب كميات معينه من المياه، او في كميه معينه محدده من المياه اللي لازم نشربها، او كيف؟ طبعا مسموح نشرب مي، ومسموح ناخذ قهوه من دون سكر وشاي من دون سكر. في كميه معينه للمي يعني؟ لا بالعكس، لازم نزيد من شرب المي. أوكي. بالذات الاشخاص اللي حابين ينزلوا وزنهم، عشان انه يعني نتجنب انه يصير في عندنا جفاف، لانه بعض الاشخاص بيفكروا انه لا بس ب 8 ساعات انا مسموح لي اشرب مي. هلا شو انواع الصيام المتقطع؟ في 16 ساعة وفي 12 ساعة وفي 8 ساعات وفي 6، فالواحد كيف بيحدد اصلا الساعات اللي بتناسبه؟ مزبوط. هلا اكثر شيء الانتشار مثل ما حكيت اللي هو انه انا بصوم 16 ساعة وبفطر 8 ساعات، هذا هو الاكثر شيء انتشارا، يعني شيوعاً. على الاغلب شيوعا. بالضبط، على الاغلب اكثر شيء بناسب الناس. هلا بالنسبة للمبتدئين بيقدروا يبلشوا من 12 ساعة صيام و12 ساعة فطور. اوكي. في بعض الانواع اللي هي بتعتمد على انه انا مو اصوم ساعات معينه خلال النهار، لا انه انا اصوم ايام معينه خلال الاسبوع، ممكن يصير في عندنا صيام يومين بالاسبوع. نعم. او يوم ورا يوم. هلا بالنسبه للي بده يصوم يومين خلال الاسبوع، يفضل انه ما يكونوا ورا بعض، يكون في عندي ايام افطار ما بينهم، وبهدول اليومين بدي اخذ سعرات حراريه كثير قليله، يعني ما يتجاوزوا 600 كالوري، 500 ل 600 كالوري. حلو كتير. طيب رهف، خلينا نحكي شوي هلا يعني عشان الاشخاص اللي هلا عم بيفكروا انهم يتبعوا نمط حياه جديد او اسلوب جديد في موضوع الحميات الغذائيه، عن الصيام المتقطع بشكل عام، عن فوائده، عن ايجابياته، ايش بيميزه عن غيره من الحميات الغذائيه، وهل بتنصحي فيه الاشخاص اللي هلا بدهم ينزلوا من وزنهم شوي، بتنصحيهم بهالاسلوب انهم يتبعوه بحياتهم او لا؟ هلا اكيد اول شيء كل شخص بده يكون عارف حالته اذا انا بناسبني او لا. غالبا الاشخاص اللي عندهم السكري من النوع الثاني ما بيناسبهم ابدا هذا النظام، لانه بيكونوا عم باخذوا جرعات انسولين. اما الاشخاص اللي عندهم سكري من النوع الاول برضه بيكونوا عم باخذوا ادويه، فيا اما انهم هم بدهم يغيروا مواعيد الادويه تصير خلال ساعات الفطور، او انهم هم بدهم يعني يستشيروا الطبيب قبل ما يبلشوا فيه. الاشخاص اللي عندهم سوري رهف، لازم الاستشاره صح؟ طبعا لازم الاستشاره، بالذات للاشخاص اللي عندهم امراض مزمنه. حتى الاشخاص اللي ما عندهم اي امراض، الاشخاص الصحيين لازم يعملوا فحوصات، لانه في اشخاص عم بيعتمدوا عليه لست اشهر واكثر، عم باخذوه نمط حياه، وهذا النظام هو مش نمط حياه، هو لفتره معينه، لانه على المدى البعيد رح يصير في عندي نقص بالفيتامينات والمعادن. الصبايا حيلاقوا كثير صار في عندنا تكسر بالاظافر، حيلاقوا تساقط بالشعر، فالمفروض انا اضلني عم بعمل تشيك على حالي واروح على طبيب حتى يكتب لي هاي الفحوصات. طب وين بقدر اوقف؟ بحس حالي انه خلص هون انا لازم اوقف ولازم ارجع للحياه العاديه، ما بدي صيام متقطع، بدي 3 وجبات باليوم وفي عندي سناكس، متى الواحد لازم يوقف؟ لما الشخص يشوف حاله انه هو بلش عم بلاقي عنده اعراض، طبعا التعب والارهاق بصير اكيد، وبصير في صداع، بس مش معناها احكم على حالي من هاي الشغلات، التعب والارهاق شيء طبيعي باولها. باول هلا بعد فتره لما اذا استمر 6 اشهر او اكثر، هون الواحد بده ينتبه على حاله، ضروري ضروري انه يعمل
فحوصات ويعمل تشيك اب دائما على حاله لحتى يشوف شو صار عنده تاثيرات من هذا النظام. طيب في شهد سوري للمقاطعه، في واحد من انواع الصيام المتقطع اسمه الصيام العسكري اللي هو صح. بعده 24 ساعه ما بياكلوا، هو خليني اصحح لك اياها، هم بيقعدوا 20 ساعه ما بياكلوا، خلال هدول ال 20 ساعه بس مسموح فواكه وخضار، واربع ساعات باخذ فيهم الوجبه الرئيسيه اللي بده يكون فيها البروتين والنشويات. مش انه ممنوع بالمره؟ لا مو ممنوع بالمره. حلو. الممنوع بالمره سوري بس هو بيكون انه يومين بالاسبوع او يوم ورا يوم. ممكن يلجأوا للسوائل في هاي الايام. كثير حلو. طيب رهف خلينا نحكي هلا عن موضوع كثير مهم، يعني اوكي انا بدي اتبع هذا الاسلوب بحياتي وبدي اتبع الصيام المتقطع بفتره اللي انا مسموح لي فيها اني اتناول الاغذيه، اهم الاغذيه اللي لازم اركز عليها بهاي الفتره تحديدا الثمان ساعات الاربع ساعات وات ايفر شو كانت المده، يعني ايش الاغذيه الضروريه والمكونات الغذائيه اللي لازم انا اتناولها؟ لازم اتناول من جميع المكونات الغذائيه، يعني انا لازم اغطي كل احتياجاتي الغذائيه. نعم. بالضبط، من كل العناصر بدي اخذ كربوهيدرات، بدي أخذ بروتين، خضار وفواكه كتير أساسي لحتى ما يصير في عنا أي نقص. هلأ بالنسبة للرياضيين يمكن أكتر ناس هم ممكن يعني يكون صعب عليهم شوي الموضوع لأنه غالباً بيكونوا بدهم سعرات حرارية كتير عالية، فهذا النظام ما بيغطي لهم إياها، الساعات تاعت النهار اللي بدهم يأكلوا فيها ما بتغطي السعرات الحرارية الأساسية. فالأشخاص الرياضيين يا إما بيخلوا فترة الرياضة بين الوجبات، بتعرفي بيكون في عنا العضل بدها تعمل ريكوفري، بدها تعمل استشفاء، فبدهم بروتين بعد الرياضة مباشرة، فيا إما بيخلوا وقت الرياضة ما بين الوجبات يا إما الأفضل إنهم ما يتبعوا. طيب رهف، هو إله فوائد، أكيد إله فوائد الصيام المتقطع، بس هو عن جد يعني إيش المعنى الحقيقي لفوائد الصيام المتقطع؟ مش بس إنه بينزل الوزن، أكيد إله فوائد تانية خلينا نحكي فيها. طبعا هلا أول شيء بينزل الوزن للي عندهم سمنة واللي عندهم دهون زايدة. ثاني شيء للأشخاص اللي عندهم قابلية على إنه يصير في عندهم مرض السكري، هذول الأشخاص الصيام المتقطع بيساعدهم على أنه يحسن من مستويات السكر في الدم، أنه يقلل منها. كمان شغلة للأشخاص أو الصبايا اللي بيعانوا من الأنسولين ريزيستنس اللي هي مقاومة الأنسولين، غالباً اللي عندهم تكيس في المبايض، هذا النظام كتير مناسب لإلهم لأنه بيزيد من حساسية الخلايا للأنسولين. أوكي. كمان في دراسات بتحكي أنه هو بيقلل من أو ببطئ من ظهور علامات الشيخوخة. مضبوط، في دراسات هيك بتحكي. حلو. طيب خلينا نحكي شوي عن الأخطاء اللي ممكن يرتكبوها بعض الأشخاص بالصيام المتقطع بشكل عام. هلا أكثر الأغلاط اللي هي حكيناها بهدول 8 ساعات باكل شو ما بدي، فطبعا هنا ما رح يصير في نزول بالوزن. كمان شغلة بتلاقي إنهم بزيد نسبة شربهم للكافيين لأنه بصير بدهم يعوضوا إنه أنا ما عم باكل قهوة وشاي، فبال 16 ساعة قهوة وشاي قهوة وشاي قهوة وشاي، هاي أكبر غلط ممكن إنه يصير. كمان شغلة الأشخاص اللي هم أساسا مثل ما حكينا عندهم مشاكل صحية، نعم، بشوفوا أي ترند عم تطلع على السوشيال ميديا، نعم، أي حدا صار عم بحكي فيها بروح بتبع هذا النظام من دون ما يكون هو متأكد بالأول إنه ما عنده أي مشكلة. يعني رح له مخاطر الصيام المتقطع، مخاطره على الأشخاص اللي هم ممنوع إنهم يعملوه، عشان هيك لازم يكون بحسب يعني توجيه معين أو مراجعة طبيب معين أو أخصائي تغذية. يعني طبعا هلأ الأشخاص اللي ممنوع يعملوه غير الأشخاص اللي عندهم سكري، ما بصير أطبقه على الأطفال اللي هم تحت سن 18، نعم، المرأة الحامل أو المرضعة بدها عدد معين من السعرات الحرارية بدها أعلى، ما بصير إنها تلجأ له. الأشخاص اللي عندهم اضطرابات في الطعام اللي هم عندهم الأنوركسيا والبوليميا، عندهم شراهة، هدول لما عملوا عليهم تجربة لقوا إنهم هم بساعات الإفطار عم بيصير يعني عم بيصير عندهم شراهة زيادة على الأكل، عم بيروحوا بيأكلوا أكتر. هدول لازم ينتبهوا، هدول نهائيا ما لازم انهم يلجأوا لهذا النظام. طب بدي اسالك سؤال من منطلق ديني، خلينا نحكي بشهر رمضان المبارك يعني بنصوم، فخلينا نحكي عن الفروقات بين الصيام بشهر رمضان وعن الصيام المتقطع كلايف ستايل. يعني هلا الصيام المتقطع مثل ما حكيت احنا كاخصائيين تغذيه ما بننصح فيه كلايف ستايل، واللي بده ياخذه كلايف ستايل المفروض يضل يعمل تشيك على الفيتامينات والمعادن والحديد، فحوصات دوريه. بالضبط، فحوصات دوريه باستمرار. هلا الفرق ما بينهم انه انا مسموح لي اشرب مي، هاي يعني اتوقع شغله كثير مهمه وضروريه، مهمه وضروريه، فالترطيب بيكون اعلى، ما بيكون في عندي جفاف مثل الصيام في رمضان. كمان الكافيين بيكون مسموح لي اني اشرب قهوه، بس هو فعليا تقريبا نفس الصيام برمضان، هاي الفروقات البسيطه. حلو. بتنصحي الناس اللي اخذوها زي اسلوب حياه او بدايه عشان ينزل وزنهم انهم يمارسوا الرياضه، وهل في ساعات معينه او رياضات ممكن يبتعدوا عنها ورياضات لا مهمه تكون بالصيام المتقطع؟ هلا انا لما اكون شخص عادي عم بمارس رياضه كنوع من انه عم بحافظ على وزني او كلايف ستايل عشان اكون اكتف، هون اكيد عادي عم بروح الجيم عم بلعب رياضه طبيعيه او عم بطلع عم بمشي برا، هون عادي ما في مشكله انهم يمارسوا الرياضه.
يفضل بساعات الافطار، بساعات اللي بيكون مسموح له فيها ياكل، ساعات الفطور. اما الاشخاص اللي بيمارسوا رياضات كنوع من اللي هم الاثليتس اللي هم الرياضيين اللي بيشاركوا بالماراثونات، اللي عندهم الركض، هاي الرياضات اللي هي اللي عندهم بطولات، هذول لا يفضل انهم ما يتبعوا هذا النظام. كم نظام مساء متقطع فيه؟ انا قرات كثير في الثمان ساعات والستة، وحتى في لهم مسميات واشياء ممكن تاكلي اشياء صلبه واشياء سوائل. كم نوع من انواع الصيام المتقطع اللي هم موجود؟ هم بشكل عام خمسه اللي نحن عددناهم، من 8 اللي هو 8 16 او ال 12 12 او اللي بيكون العسكري اللي انت قلتيه، هذا اصعب شيء طبعا، وهذا هذا النوع بالذات هو المضر، هذا اللي بيصير فيه تاثيرات كثير بالضبط. وفي عندنا نوعين اللي هو انه انا يا اما عم بصوم يوم ورا يوم او انه عم بصوم يومين بالاسبوع. طيب رهف، ايش بتنصحي كل الناس اللي عم بحضرونا وبدهم يتبعوا الصيام المتقطع؟ نصيحه منك بختام اللقاء. هلا نصيحه قبل للاشخاص اللي بدهم يتبعوا الصيام المتقطع، انه انا لما اشوف الترند ما اروح اجربها على حالي، كان على الصيام المتقطع او على الكيتو دايت، على كل الاشياء اللي عم تنزل هلا. شو رايك بالكيتو؟ انا صراحه ما بحبه. ليه؟ كثير عم بعرف اشخاص يعني عانوا منه، بالذات البنات عم بصير في عندهم تساقط بالشعر. يعني انا ما بفضل انه الواحد يركز اكله على نوع معين اللي هو بس على الدهون، في اشياء كثير ثانيه اساسيه وضروريه، يعني البروتين كثير ضروري حتى مو بس للرياضيين. بس عم بجيب نتيجه منيحه عند كثير من الناس. هلا بده يخسر وزن في كثير طرق، يعني حتى في نظام اللي هو دايت السوائل، انه انا بس اشرب سوائل. بس هذا شو يعني؟ بتعب الجسم، بهده طبعا، بهد الحيل بالضبط. فنصيحتي للي بده يتبع الصيام المتقطع يكون متاكد من حاله قبل ما يعمل هذا النظام، وما ياخده كلايف ستايل، ياخده كفتره معينه لحتى ما ينزل الوزن اللي هو حاب ينزله. رهف كثير مبسوطين فيكي، وانا اكثر مبسوطين بكل شيء قدمتيه من معلومات فيما يتعلق بالصيام المتقطع. شكرا كثير لك، وبتمنى اكيد سلامة لكل الاشخاص اللي عم بتبعوا هيك يعني نمط بحياتهم. شكرا كثير لك رهف. شكرا رهف.